الاشخاص دايما بيختفوا من حياه بعض بعد الزواج او الاصدقاء، يعني ده بيبقى بسبب المرحله الجديده اللي الواحد دخلها. الجواز بياخد وقت طويل جدا، سواء بقى في الارتباطات الاسريه، اليوم بيتغير معاك بعد ما كنت بتخلص شغلك تشوف صحابك، تخلص شغلك تروح على البيت. هما مش بيختفوا، هما بيتقابلوا بس ممكن يعني هما كانوا في الاول كانوا بيتقابلوا كل يوم، بعد الجواز ممكن بتقابله كل خميس مرة كده. يعني ممكن يكون من الشغل، ضغط شغل عندهم. تمام، ممكن يبقوا في ناس بيبقوا عاملين يوم للعيلة دي ويوم للعيلة دي، منظمين الكلام تمام زي أنا كده، وفي ناس ما يعرفوش ينظموا الحتة دي، ممكن يكون في ضغط شغل على طول. ليه مثلا كان مع زمايله الأول بنسبة 100% أصبح بعد الجواز عارف ليه مع زمايله بنسبة 30%؟ ما يتخطاش ال 30%، ليه؟ بسبب ضغوطات الحياه. المسؤوليات بتتغير والالتزامات الاسريه بتزيد عليك، فكل ده طبعا بينتج عنه ان انت بتضغط زياده في حياتك، سواء في الشغل او في الحياه العاديه، فطبعا ده بيجبرك ان انت تبعد عن الناس.